بما اننا النهارده هنتكلم عن يوم الولاده الطبيعيه بكل التفاصيل بتاعتها، من اول ما يجي عليك الوجع في البيت لحد ما تروحي المستشفى وتتحجزي وتخشي بكل الخطوات اللي بتحصل في المستشفى لحد ما تخرجي بالسلامه ان شاء الله. عايزين نقول ان في نوعين مشهورين جدا من الستات اللي بيروحوا يوم الولاده. واحده بتلاقيها رايحه شايله هم الدنيا كلها وخايفه ونايمه طول الحمل بتحلم بالكوابيس بتاعه الولاده الطبيعي والسويت والافلام العربي اللي انتوا عارفينها، ونوع تاني الكلاينت بتاع الولاده بدون الم، قاري كل الريفيوهات بتاعه الدكتور بتاعها واثقه 100% ان هي رايحه من غير ولا اي الم، وبتبقى رايحه عامله حسابها على الفوتو سيشن وتحس ان هي رايحه فرح، مهتميه قوي بموضوع سيشن التصوير فول ميك اب بانواع، بتبقى محطوطه من غير ما تعرف ان هي حاطه اصلا، حاطه على ايديها مانيكير ومتسيغه بكميه صيغه تحس ان هي معلمه في سوق الخضار، ولابسه لينسز وحاطه كميه اكسسوارز. تهيالي عشان يشيلوا الحاجات دي بيحتاجوا وقت ومجهود اكبر بكتير من فكره الولاده الطبيعي. فاحنا خلينا النهارده ننصحك ونقول لك ايه الصح اللي المفروض يتعمل يوم الولاده الطبيعي، وتبقي عارفه ايه اللي هيحصل من طقطق للسلام عليكم. في شويه تعليمات مبدئيا كده. اول حاجه ما تلبسيش لينسز، ولو متعوده على اللينسز ودي عشان خاطر نظرك ضعيف لا، تجيبي معاك النضاره يومها. بلاش ميك اب، تعالي من غير ميك اب، وخصوصا الروج اللي ما بيطلعش بالميه ده عشان دكاتره التخدير بيتضايقوا منه. يبقى العيان عماله تنزف في العمليات وعمال الدكتور التخدير باصص على شفايفها وما شاء الله حمراء، وفي الاخر يكتشفوا ان هي حاطه روج. طب ما تمسحش ليه ده؟ ما بيتمسحش بالميه يا ولاد الحلال. ارجوكم بلاش ميك اب واحنا رايحين نولد، حتى لو ولادة طبيعي، لان الله اعلم مش ممكن تقلب قيصرية في اي وقت. لا، وكمان اللي بيحطولي منوكير على ضوافرهم يا جماعة، في حاجة اسمها نسبة تشبع الاكسجين في الدم، وده بيتقاس بحاجة اسمها بالس اوكزيمتر، والبالس اوكزيمتر ده بيتركب في الصباع. لما حضرتك تحطي انواع معينة من المانيكير احنا ما بنعرفش نقيس نسبة تشبع الاكسجين في الدم. ارجوكم ارحموا دكاترة التخدير، بلاش تلبسي كل الغوايش والذهب بتاعك وانت رايحة الولادة الطبيعي بتاعتك، انت مش رايحة فرح، لان كل الحاجات دي هنضطر ان احنا نقلعها لك قبل ما نخش العمليات، وخاصة بقى لو الحاجة ضيقة عليكي فالعاملات بيفضلوا يتبهدلوا معاكي، وكياس وصابون وحاجة ما يعلم بيها الا ربنا. احنا مش ناقصين ضغوط، خلي اليوم سالك. مش لازم تجيلي معاكي في الشنطة كل ما هو غالي وسمين والنضارات والحاجات الكتير قوي اللي ملهاش لازمة دي. شنطتك هنقول لك المفروض تجيبي فيها ايه بما يرضي الله، وما تزوديش ولا تجودي. وانت جاي يوم الولادة مهم ان هو يكون معاكي البطاقة الشخصية بتاعتك وبتاعة جوزك. رقم 2، 3 فوط صحية مخصصة للولادة او بامبرز بالحجم الكبير. وبلاش الله يخليكي تصعب عليكي نفسك اول ما اقولك بامبرز بالحجم الكبير، لان دي عملية عادي خالص وظروف كلنا بنمر بيها، وده واحد من استخداماته، فما تاخديش الموضوع على قلبك قوي. رقم 3، ملابس فضفاضة وليها مواصفات معينة. اول حاجة بلاش الله يخليكي تنقي الجلابيات والحاجة اللي دراعها ضيق عليكي، عشان خاطر الدكاترة بيعانوا لما يجي كل شوية يقيسولك الضغط زي ما هنعرف كمان شوية. فهاتي حاجة ملابسها فضفاضة بحيث ان انت لما ترفعيها نقدر نقيس الضغط بسهولة، ونرفعها وننزلها كل شوية، مش كل شوية نفضل نشمر وننزل نشمر وننزل. الله يكرمك ساعدينا. يفضل كمان ان هو يكون فيها سوستة او حاجة تتفتح من قدام عشان خاطر لما البيبي يجي بالسلامة تقدري تفتحيها، ويبقى فيه سكن تو سكن كونتاكت، يعني يبقى الجنين ملامس لجلدك، لان ده ليه تأثير مفيد جدا سواء ليكي او ليه. واعملي حسابك هدومك من بعد الولادة لازم يبقى فيها السوستة او الفتحة اللي قدام دي، عشان احنا هنرضع كتير الفتره اللي جايه. رابع حاجه، اوعي الطقم اللي هتروحي بيه وانت متبهدله ينسيكي الطقم الاهم والاوتفيت بتاع المروح اللي هتروحي بيه مع البيبي. لازم يكون طقم كويس ومكوي وشيك ولايق على شنطه او بطانيه البيبي. رقم 5، لازم نجيب معانا شبشب عشان خاطر هنحتاج نتمشى كتير في المستشفى، فبدل ما كل شويه نقلع ونلبس الجزم، الشبشب المريح هيكون احسن ليكي بكتير. رقم 6، البرا بتاع الامهات او اللي احنا بنقول عليه الماترنتي برا، وده بيبقى فيه كذا حاجه مختلفه. اول حاجه ان هو من غير ما تضطري تقلعيه ممكن تشيلي او تفتحي فيه فتحه تقدري ترضعي من خلالها. ثاني حاجه ان هو بيكون مخصص عشان خاطر يشيل صدرك عن ظهرك، عشان خاطر ما تحسيش بالام في ظهرك ولا يحصل ترهلات في صدرك. رقم 3، ان هو بيكون فيه كمان ميزه ثانيه، في طبقه سميكه شويه بنسميها نيرسينج بادز، دي بتساعد على امتصاص اللبن والسوائل الزياده اللي بتنزل من الصدر عشان خاطر ما تبقعش هدوم سيادتك، عشان الاوتفيت بتاع المروح ده مهم جدا عشان الصور. رقم 7، الملابس الداخليه السفليه او اللي احنا بنقول عليها البانتس او الشراط، لازم نكون جايبينها واسعه تناسب وجود البامبرز او البادز بتاعه ما بعد الولاده، عشان خاطر ما نجيبش حاجه ضيقه تضايقنا اكتر ما تنفعنا، ودول نجيب منهم 3. رقم 8، هنجيب معانا سناكس عصاير وفواكه وشويه مكسرات عشان خاطر لو حبينا
حبيتي تاكلي بعد العمليه. وخلي بالك سواء الشرب او الاكل قبل او بعد العمليه ده لازم يكون من الدكتور بتاعك، عشان على حسب حالتك هيقول لك المفروض تعملي ايه، فتساليه من قبل العمليه اكل واشرب ولا لا وامتى. رقم 9، لو انت بتقرفي ومتضايقه ومش واثقه قوي من نظافه المكان اللي انت رايحاه، فهتجيبي فرش للسرير ومخده بالفرش بتاعها وبطانيه عشان تضغطي بيها، خاصه لو احنا في الشتاء والجو زي ما انتم شايفين كده. رقم 10 واخر حاجه هو هدوم البيبي وبطانيه عشانه. هنا بقى في نقطه مهمه، العشر حاجات اللي قلنا عليهم ده الشكل المثالي اللي لو انت حبيتي تبزري تجيبيهم، اما لو جوزك او انت ظروفكم الماديه لا تسمح في الوقت الحالي بلاش تضغطيه وتضغطي نفسك عشان تجيبي حاجات غير ضروريه ليكي، لان ده اكيد هياثر بالضغط عليكم يوم فرحتكم. فحاولي تخلي جوزك مش مضغوط وانت مش مضغوطه ماديا في اليوم ده عشان خاطر تقدروا تنبسطوا. احنا بنشوف بعينينا ناس بس بيجوا بهدومهم وهدوم مستعمله للبيبي، ولما بنحتاج منهم حاجه بنطلبها منهم زي البامبرز او البادز، لو مش متاحه في المستشفى اللي بنولد فيها بينزلوا يجيبوها وبيبقوا مبسوطين وطايرين من الفرحه، على عكس ناس تانية بيبقوا جايبين اللي انا بقول لكم عليه ده وزياده بكتير وبيبقوا مش مبسوطين لانهم بيبقوا مضغوطين ماديا او يبقى عليهم اي ضغط من الضغوط. ودايما الست اللي مش شاكره ومش راضيه مش هتنبسط. خلوا عندكم شكر ورضا وانبسطوا انتوا الاثنين بالحاجات البسيطه اللي ربنا سبحانه وتعالى اراد ان هي تكون متوفره لك، وارضي باللي انت فيه وانبسطي انت وجوزك، وبلاش تضيعوا فرحتكم عشان تشتروا حاجات غير ضروريه. فيا بنت الحلال اوعي تضغطي جوزك او تكوني مصدر ضغط عليه، خصوصا لو انتوا في اول حياتكم. ربنا يا رب ييسر لكم رزقكم ويرزقكم من خيره، واهم من ده كله انه يرزقكم الرضا والسعاده. المهم ان احنا بعد ما نجهز الحاجات دي ونلتزم بالتعليمات بيبقى الدكتور بتاعك منسق معاكي من قبليها وقايل لك على الوقت اللي انت المفروض تولدي فيه، او بتبقي اتواصلتي معاه وظهر عليكي علامات معينه مش وقت اللي احنا نتكلم عليها في الفيديو ده بتدل ان احنا بدانا نخش في الولاده، الدكتور بيشوفك والكلام ده كله ممكن بعد كده يحولك للمستشفى. بتاخدي منه الجواب بتاع التحويل للمستشفى وبتطلعي انت وجوزك على المستشفى على طول. انت وجوزك بتبقوا واخدين البطايق زي ما احنا قلنا عشان خاطر بتملوا شويه اقرارات وبيانات في استقبال المستشفى، زي اقرارات في حاله احتياج الدم واقرارات بمعرفه المضاعفات المحتمله للعمليه. بعد كده هيستقبلك دكاتره المستشفى العمل اللازم. في الاول هيشوفوكي لو متوتره وهيحاولوا يطمنوكي ويخلوكي تاخدي على المكان ويسالوكي لو في اي حاجه انت قلقانه منها، وهيبداوا يجاوبوا على كل الحاجات والاسئله اللي انت قلقانه منها في محاوله منهم ان هم يهدوكي ويطمنوكي. في الاول هياخدوا منك تاريخ مرضي وهيسالوكي شويه اسئله زي هل نزل عليكي علامه الولاده، نزل عليكي ميه الولاده، حسيتي بالام الولاده، بدات امتى، بتيجي كل قد ايه، بتستمر قد ايه، ايه مدى قوتها، جربتي تاخدي معاها مسكنات، نفسك هل اتحسن شويه على الاول، كل شويه بتحسي ان انت محتاجه تخشي الحمام، حركه الجنين اخبارها ايه، هل قلت شويه او حاجه. ويبداوا كمان يسالوكي شويه اسئله ثانيه كتير مش وقته اللي احنا نتكلم عنها. بعد كده هيكشفوا عليكي ويبداوا يعملوا لك سونار. مفيش واحده بقى تيجي يومها تقول للدكتور بتاعها ما انا لسه عامله سونار امبارح. سونار عشان يحدد وضع الجنين والميه اللي حوالين الجنين ووضعك عموما في الوقت الحالي، امبارح غير النهارده. هيعملوا لك فحص نسا من تحت عشان يعرفوا ايه وضعك، وضع عنق الرحم، مدى اتساعه، راس الجنين اخبارها ايه، ايه وضع الجنين بالظبط، وشويه داتا ومعلومات كده ما يهمكيش ان انت تعرفيهم قوي. بعد ما يشوفوا التحاليل اللي انت عملتيها هيطلبوا منك شويه تحاليل، وده بيختلف حسب البوليسي بتاعه المستشفى او قواعد المستشفى. يعني في مستشفيات بتقبل التحاليل القديمه وبتبدا تكمل عليها، في مستشفيات ثانيه بتعيد التحاليل من اول وجديد خوفا ان هو يكون نتائج التحليل غلط او لو كانت قديمه شويتين. بعد كده هيعملوا لك سي تي جي او هيحطوكي على جهاز رسم نبض الجنين او تخطيط قلب الجنين او زي ما بتسموه ده، علشان يقيم حاجتين، اول حاجه نبض الجنين واخباره ايه وهل هو كويس، ثاني حاجه قوه انقباضات الرحم وبتقعد قد ايه وبتتكرر كل قد ايه، وهل احنا في ولاده فعلا ولا لا. بناء على المعلومات اللي خدوها دي كلها بيبداوا يحددوا ان كنت فعلا في ولاده طبيعيه وده وقت دخولك المستشفى ولا لا. يعني ايه وقت دخول المستشفى؟ الدراسات لقت ان انت لو دخلتي بدري عن الوقت اللي المفروض تخشي فيه المستشفى فرصتك في تحويل ولادتك من ولاده طبيعيه لولاده قيصريه بتزيد، عشان كده ما ينفعش تخشي المستشفى الا ببعض المواصفات المعينه اللي عارفها الدكتور الموجود. فلو الدكتور قال لك لسه شويه هتسمعي كلامه في الحاجه اللي هيقول لك عليها، لو لقى اللي انت المفروض تخشي المستشفى في الوقت ده هتخشي المستشفى في الوقت ده. بيستلمك العاملات وبيبداوا يوصلوكي للمكان بتاعك علشان خاطر تغيري هدومك وتلبسي هدوم الولاده. على فكره ممكن المستشفى تكون موفره هدوم للولاده، فاسالوا عن النقطه دي. هيركبوا لك كانيله وهيجي دكتور التخدير عشان يتكلم معاكي ويدردش معاكي شويتين كده ويسالك كام سؤال قبل ما نبدا في رحله الولاده. دكتور التخدير، دكتور التخدير بيعمل ايه؟ هو في تخدير في الولاده الطبيعي؟ اه لحد دلوقتي لسه في ناس مش عارفين ان في حاجه اسمها الولاده الطبيعيه بدون الم، ودي بتبقى من خلال ابره الابيديورال اللي دكتور التخدير هيديها لك في ميعادها. ما تقلقيش وما تستعجليش. هينصحوكي وقتها
ان انت كل شويه تخشي الحمام عشان تفضي امعائك والمثانه، بس الفعل ده هيوقفوه في مرحله معينه لما الولاده تقرب، تجنبا ان انت ما تولديش في الحمام. كمان حسب كيس الميه تفضي ولا لا هيبداوا ينصحوكي ان انت تتمشي بين الانقباضه والثانيه، او ان انت تنامي على السرير بوضع معين هيوريهولك برضه. كل ده هيكون وانت في غرفه اقامتك غالبا، او في غرفه ما قبل الولاده في بعض المستشفيات حسب برضه نظام المستشفى اللي احنا بنولد فيها. بجانب التعليمات اللي احنا قلناها، الدكاتره هيضيفولك شويه تعليمات. اول حاجه ان انت ما تحزقيش وما تحاوليش تحزقي قبل ما هم يطلبوا منك ده، عشان ما تهدريش طاقتك على الفاضي، او الحزق ده ما ياثرش عليكي بشكل او باخر في المستقبل ان شاء الله. كمان هيطلبوا منك ان انت لو حسيتي باي الام او كان عندك اي مشكله تندهي لهم او تندهي للممرضه او العامله حسب نظام المستشفى. في بقى شويه مهام بيعملها الدكاتره والدكاتره المساعدين كل وقت معين، والوقت ده بيختلف حسب انت في انهي مرحله من الولاده. انا عايز اقول لك ان هم من كل 5 دقائق لنص ساعه بيبداوا يقيسوا معدل نبض الجنين، وده هيفيدنا في ايه؟ معدل نبض الجنين المفروض يبقى في رينج معين، لو اختلف عن الرينج ده ممكن يكون معناه ان الجنين مضغوط، وممكن في الوقت ده حسب حالتك وحاله الجنين نضطر ان احنا ناخد قرار قيصريه عشان خاطر ما نحطش الجنين تحت اي مخاطرة. انا عايز اقول لكم ان الحالات اللي احنا بنخاف عليها شويتين نظرا لظروفهم الصحية او ظروف الجنين، بنخلي الجهاز جنبهم بيقيس معدل نبض الجنين بشكل مستمر من غير ما يفصل. اما بقى بمعدل من نص ساعة لساعة بنقيس العلامات الحيوية اللي هي الضغط والنبض، وكمان بنقيس قوة الانقباضات وبنشوف بتتكرر كل قد ايه. قوة الانقباضات ودي بتتقاس ازاي؟ قوة الانقباضات ممكن تتقاس عن طريق جهاز عشان تتقاس بدقة، او ممكن احنا براحة اليد بنحط ايدينا على بطن الام عشان خاطر نحس الانقباضات، وبنبدا نشوف من خلال الساعه الانقباضات دي بتقعد قد ايه وبتتكرر كل قد ايه، وكل حوالي ساعه او ساعتين بنبدا نفحص الام من تحت عشان نشوف مدى تقدم الولاده ونشوف هل ده كافي ولا لا. طب بتعرفوا ازاي يا دكتور ان كان المعدل ده كافي ولا لا؟ يعني هل في حاجه بتحكمكم عشان تعرفوا حاجه زي كده؟ طبعا احنا في حاجه اسمها البارتوجرام، ورقه زي اللي ظاهره على الشاشه كده بنسجل عليها كل الداتا اللي انا قلتها لحضرتك دلوقتي، بالاضافه لدرجه الحراره اللي بنقيسها كل 4 ساعات، وكل البيانات دي بتتسجل في البارتوجرام ده عشان خاطر نعرف ان كنا المفروض ناخد خطوه ولا لا، امتى محتاجين ناخد خطوه، وبنسجل كمان كل الخطوات اللي احنا بنعملها على البارتوجرام ده عشان خاطر كل حاجه تبقى مسجله. الورقه دي مهمه جدا، لان في الولاده الطبيعيه زي ما انتم شايفين لحد دلوقتي الدكتور بشكل كبير هو مجرد متابع، بنتابع الاوضاع والكلام اللي انتم شايفينه ده كله، وده اسمها معلومات. احنا بنجمع المعلومات دي وبنسقطها في الورقه دي علشان خاطر بكل دقه تقول لنا الورقه امتى المفروض ناخد قرار، لان القرار ده مهم ان هو يكون قرار صح في وقت صح. وهنا يجي الدكتور او الجراح الشاطر ان هو بياخد القرار الصح في الوقت الصح. عارفين زي ايه؟ زي الولد لما يعجب ببنوته، لما يروح يتقدم للبنوته في وقت هي يعني مكتئبه فيه اكيد هترفضك لانها متعقده من الحياه كلها، على عكس لو راح لها وهي بتمتحن. انا عايز اقول لكم لو مين راح لها وهي بتمتحن عشان مضغوطه اصلا هتقول له انا موافقه، انا اصلا مكاني البيت حضرتك، الست ملهاش غير بيت جوزها. فهذه الكونسبت ان هي اختيار القرار الصح في الوقت الصح، ما يكونش قرار صح في وقت غلط ولا قرار غلط في وقت صح. فاللي بيحدد لنا القرار الصح في الوقت الصح هو الورقه، العلم، احنا بتوع الورق، عشان خاطر احنا ممكن ما نحسش بالوقت، اللي بيدوكيومنت الوقت وبيدوكيومنت الحركات والكلام اللي بيحصل كله هو الورقه. فالورقه دي هتيجي في وقت من الاوقات بشكل معين كده تقول لنا لا احنا هنا انت عديت خط معين فانت لازم تاخد الاكشن ده، انت عديت خط تاني فانت لازم تقلبها قيصريه دلوقتي دلوقتي. فالوقت بيفرق بشكل لا تتخيله. بس وبنستمر كده وان شاء الله الدنيا تمشي سلكه ويبدا الرحم يتوسع وتبدا راس الجنين تنزل ويحصل التقدم بتاع الولاده في الوقت اللي محدده البارتوجرام. لو التقدم ده كويس والدنيا تمام، كل ده احنا في غرفه اقامتك، اول ما الرحم يفتح على الاخر بنبدا ننقلك بسرعه جدا لغرفه العمليات. وهنا بقى هتنامي في وضعيه معينه زي ما ظاهره على الشاشه كده، الممرضه اللي معانا هتبدا تحط لك ماده معينه مطهره على مسار خروج الجنين، وهتبدا تعلق لك محلول عشان ممكن نحتاج نحط لك فيه شويه ادويه. طيب لو ما احتاجتش ادويه برضو المحلول بيساعد بشكل كبير قوي، لانه بيمدك بشويه سوائل هتحتاجيها في الوقت ده. ساعتها انت ممكن تحسي ان انت عايزه تحزقي غصب عن، انت بتحزقي من غير ما تبقي عارفه، هتحسي كانك عايزه تقومي تجري دلوقتي على الحمام. ده لو اول مره هيبقى الاحساس ده عندك، انا عايز اقول لك اطمني ما تحاوليش تحزقي يا ماما الا لو انت في طلق. في الوقت اللي بين الطلق والتاني جمعي قوتك واهدي كده وريحي نفسك عشان خاطر تحزقي في الوقت المناسب. بلاش
بلاش تهدري طاقتك إلا لما يجي ميعاد استخدام الطاقة دي. الدكتور بقى بيعمل حاجة اسمها برينيل سابورت زي اللي هيظهركوا في الصورة ده. طب ليه بيعمل الدكتور كده وراس الجنين خارجة؟ راس الجنين بتبقى الجنين عامل كده عشان ده كده بيوفر أصغر قطر الجنين يقدر ينزل من خلاله. بس أنا عايز أقول لكم إن الجنين لو هو خارج الراس بالراحة خرجت كده وقعدت تتوسع كده واحدة واحدة بالراحة، مش هيحصل مزق ومش هيحصل قطع. عكس لو الجنين راسه عملت كده مرة واحدة، ساعتها هيحصل مزق زي ما احنا بنقول، هيحصل تمزق في الأنسجة أو جروح في الأنسجة، وده احنا مش عايزينه. فالدكتور بيحافظ على الراس زي ما احنا بنقول كده فليكسد، عشان لما تتفرد تتفرد بالراحة في الوقت المناسب، وبالتالي ما يحصلش مزق أو جروح. وبيبدأ بعد كده الدكتور بيشوف هل البيبي ده يقدر يخرج بسهولة ولا ممكن يحتاج جرح. جرح ما هو ده بقى اللي انا ما بحبوش. جرح يا دكتور اللي تعملوا لي انت؟ طب ما انا كنت اعمل جرح قيصريه وخلاص. لا، في فرق كبير قوي بين جرح القيصريه اللي هو بتفتحي كذا طبقه في البطن، وجرح من تحت البسيط اللي بيتخيط تاني ويبقى زي الفل. طب يا دكتور ليه تقطعه؟ طب ما تسيبوه يخرج وخلاص، يمكن يخرج، ولو اتقطع هو اتقطع وخلاص من عنده، بس انتوا ليه تقطعه؟ هقول لك انا ليه نقطع. عارفه لو انا جبت فلوس او ورقه وقصتها وبعد كده جيت لزقتها، طيب لو جبت نفس الفلوس دي او ال100 جنيه دي ورحت قطعتها وجيت لزقتها، اني الاسهل؟ طبعا الفلوس اللي انا قصتها بمقص لاني احطهم جنب بعض بسرعه والزق اللزقه مش هيحصل اي حاجة. انما الفلوس التانية اللي قطعتها بايدي ممكن تبقى حتة على حتة وهتبقى متلخبطة. ده نفس الكونسبت، ان احنا الحاجة اللي بنقطعها بمقص بنعرف نلمها بسهولة الحفة على الحفة، والدنيا بتبقى مفيش اي مشكلة وبترجعي كويسة. اما بقى لو احنا خلينا البيبي وهو خارج ما كانش المكان مناسب ليه وحصل جروح او مزق منه، فدي هتبقى في اماكن متعددة ولمها وخططها مش هتبقى بنفس سهولة الجرح اللي احنا اوريدي عاملينه. البيبي نزل بالسلامة، خلينا دكتور الاطفال يطمن عليه، وبعد كده حطيناه في حضنك عشان يبقى في سكين تو سكين كونتاكت او يبقى جلده على جلدك، ودي حاجة سبحان الله بتفرق معاكي ومعاه بشكل جسدي وبشكل نفسي رهيب. هنتكلم في النقط دي بعدين بقى في فيديو ثانية عشان ايه الفيديو ده طول مننا. المهم ان احنا بعد ما البيبي يبقى في حضنك بتبقي عايزة تاخديه وتجري. لا لسه شوية، بنبدأ بقى نولد المشيمة او اللي انتوا بتقولوا عليه الخلاص. يبقى ليه في طرق مختلفة لولادته، بس ما تشغليش بالك بالموضوع ده. المهم ان هي بعد ما يتولد الخلاص بنبدأ نبص ونشوف اذا كان كل الخلاص او المشيمة كاملة نزلت ولا في اجزاء لسه جوه، وبنعمل فحص عشان نتأكد ان الرحم الحمد لله رب العالمين بقى فاضي وان كل الاجزاء اللي جوه نزلت، وبعد كده بنفحصك عشان نتأكد ان مفيش اي جروح سببها البيبي بعد الشر عليك يعني، وبعد كده بنبدأ نخيط الجرح لو احنا كنا خدنا جرح. بعد كده العاملات بيبدأوا يساعدوك في تنظيف جسمك وان انت تغيري هدومك، بتتنقلي تاني لغرفة الاقامة بتاعتك عشان خاطر يجي الدكتور او مساعد الدكتور كل ربع ساعة عشان خاطر يبص عليكي ويبدأ كل شوية يحط ايده على بطنك ويفضل يفعص بطنك وانت تبقي عايزة تضربيه ومش قادرة وتقولي له كفاية حرام ارحموني، ويقول لك معلش عشان خاطر مصلحتك. المساج اللي بيحصل للرحم ده الهدف منه حاجتين مهمين جدا. اول حاجة ان احنا نحفز الرحم على الانقباض وان هو يرجع لحجمه الطبيعي عشان خاطر حضرتك بطنك ترجع ملمومة تاني، كمان عشان خاطر يتأكد ان الرحم منقبض مفيش نزيف او اي مشكلة بعد الشر عليك يعني، ونتأكد ان كل امورك تمام. كمان بيقيس لك النبض والضغط والحرارة والعلامات الحيوية، وبنطمن ان انت ماشي على علاج تمام لحد ما نتأكد ان انت كل امورك تمام الحمد لله رب العالمين، ويتأكدوا ان انت عرفتي كل المفروض تعمليه في البيت والدواء وازاي تبدأي تستخدميه وايه العلامات الخطر اللي انت لو حسيتي بيها تكلمي الدكتور بتاعك فورا، ونقول لك حمدلله مدلله على السلامة وروحي ونشوفك على خير في متابعات بقى ما بعد الولادة اللي احنا نتكلم عليها في فيديو تاني عشان انا تاك اظن انت كمان تعبت والفيديو كمان طول مننا. اوعوا بقى تنسوا تدعوا للوالد وموتانا بالرحمة والمغفرة والجنة، وما تنسوش كمان تبعتوا الفيديو ده لكل قرايبكم واصحابكم عشان خاطر اكيد كل ست من الستات بتتعرض في يوم من الايام هي او اللي بتحبهم للولادة الطبيعية فتعرف ايه الكواليس بتاعتها. مع السلامة.